بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندما نتضامن مع رمز من رموز هذا الوطن ورمز يقدره الصغير والكبير، وخاصة عندما نتضامن مع الأستاذ عبد الوهاب حسين، الأستاذ عبد الوهاب حسين يشكل لنا انعطافا نحن كشعب. الأستاذ عبد الوهاب حسين تميز بإصراره أو باللاءات، عندما تنبعث منه كلمة لا لا يتنازل أبدا. الأستاذ عبد الوهاب حسين تربى في بيئة قروية، ونحن في القرى مورس علينا الظلم من قبل هذا النظام، ليس جديدا وليس مولدا مع 14 فبراير. الظلم هو موجود على امتداد التاريخ، ومنذ استولى على الحكم هذه العائلة، نحن نشعر في القرى بالذات، يعني نشعر بظلم، وظلم ربما لم يمارس على أي أحد في دول العالم، ولا سيما طفح الكيل وأصبح الآن الأمر مشاع بالظلم. يعني ربما كان سابقا هو ظلم مستور، ولكن الآن أصبح الظلم مشاعا. الأستاذ عبد الوهاب حسين تعاطى مع الشارع بكلماته الخالدة. الأستاذ عبد الوهاب حسين احتضن أبناء الشعب بكل فئاته. الأستاذ عبد الوهاب حسين هو نموذج للقائد المميز. ربما يعتقد الآخرون بأننا عندما نمجد رموزنا ونعشقهم ونهتف مثل ما نهتف بالروح يفديك شعب البحرين يا أبو حسين، هذا شعار نابع، يشهد الله بأنه نابع من القلب، وتمثل هذا الشعار بأنه نابع من القلب عندما خرج الأستاذ عبد الوهاب حسين. وجدنا كل شعب البحرين ملتف حول هذه الشخصية. الشعب لا يلتف على يعني حول شخصية كاركترية أو شخصية غير ملتزمة بخطها السياسي. الأستاذ عبد الوهاب حسين كما ذكر الأستاذ عبد النبي العكري كان انطلاقته من أيام الدراسة في الكويت، ولكن هل تغير؟ لم يتغير الأستاذ، بقي على خطه، بقي على أسلوبه، بقي على توجيهاته لهذا الشعب، وكلما توجه أو كل هذه التوجيهات تصب في رقي هذا الشعب وليس من انحطاط هذا الشعب. يعني عندما أنا ما أعتقد أن ربما الأستاذ عبد النبي ذكر بأن الأستاذ عبد الوهاب حسين هو من الأشخاص الذين وافقوا على الميثاق، ما أعتقد، يعني أنا بس ما أدري، يمكن قد يكون يعني هناك التباس أم لا، الحضور ممكن عندهم هذه المعلومة أكثر مني. وافق على نعم، هو الأستاذ عبد الوهاب حسين كسب حب الناس بصراحته المعهودة. كان في خطبه هو ملتزم بخط واحد، بأن هذا النظام أعوج لا يعتدل. وعندما طالب من خلال كلماته في الدوار بالجمهورية، هو يدرك معنى هذه الكلمة، ويدرك جيدا بأن هذا النظام أبدا لن توقظه هذه الثورة إلا ربما بجمهورية تحتضن كل أبناء الشعب. هؤلاء هم الرموز. واصل درب الكفاح، واصل درب العطاء، واصل مسيرته ونشاطه المحمود. وهل تغير؟ دخل السجن. هل تغير؟ لم يتغير الأستاذ عبد الوهاب. أنا أتكلم عن الأستاذ عبد الوهاب لكوننا اليوم نتضامن معه، ولكن هذا الكلام لا يختلف عن باقي الرموز. وربما الأستاذ عبد الوهاب حسين لنعطيه حقه، هو متميز فعلا. الأستاذ عبد الوهاب حسين متميز في كل شيء، حتى في إصراره وهو في داخل السجن. وتواردت الأنباء بأن هناك من يريد
يذكرونه بالاسم، من يريد أن يحاور الأستاذ عبد الوهاب حسين وهو في معتقده. إذن هنا تكمن قوة الشخصية، هنا تكمن قوة الشخصية التي يتمثل فيها الرمز. عندما نقول رمز هناك معايير تجعلنا نقول بأن هذا الشخص رمز، وكيف يكون رمزا؟ الرمز لا تنهار شخصيته بين يوم وضحاها وبين ليلة وضحاها. الرمزية تبقى مصاحبة لهذا الشخص طوال حياته. عبد الرحمن النعيمي بعيدا عن أن توفي وهو في الحد، ولكن هل اختلف الناس عن كونه كشخصية نموذجية؟ لم يختلف الناس عنه، وإن كان له أفكاره الخاصة، ولكن يبقى بأنه بقي رمزا لحين اختاره الله سبحانه وتعالى. هكذا هم الرموز. إذن نحن عندما يعني يغلب علينا طابع الحب الكبير لرموزنا نعطيهم هذا الحق بما أعطوه لنا. فعلا هم قدموا لنا الكثير. نتضامن اليوم وكلنا أمل بأن يخرج كل القادة الرموز من المعتقل لنجدد العهد من هنا، ومن هنا الانطلاقة، ونبقى معهم يدا بيد ونمتثل لكل كلماتهم. شكرا لكم.